السلام عليكم ومرحبا بكم على غسات ديليس فاتيموكي. اليوم جبت لكم لا غسات المطلوعه تاع الكوشه، ان شاء الله ربي يعجبكم تكون لا غسات سهله عليكم ان شاء الله. رايحين نحتاجوا في العجينه تاعنا 1 كيلوغرام فرينة، 2 ملاعق كبار خميره الخبز، 2 ملاعق كبار سكر، نصف كاس تاع شاي تاع زيت، نصف لتر ماء دافئ حسب الحاجه، ملح وسميد باش نربلو فيه الخبيزات تاعنا. في وعاء كبير نحطوا الفرينه تاعنا ونزيدوا لها الملح ونخلطوها مليح دابور، ومن بعد نزيدوا لها الخليط تاع الخميره اللي كنا ديجا حليناها في غرفيه، وزدنا لها 2 مغارف سكر وشويه تاع الماء، نخلوها غير واحد 2 دقائق تنحل مليح دابور، ومن بعد رانا نزيدوها الخليط تاع الفرينه ونبقاو نعجنوا بيدينا. واللي عندها البيتران تنجم تستعمل البيتران ديراكتومون، مي فرانشمون انا عندي البيتران مي نستعمل يديا باسكو تالمو كي فاسيل لا روسيت ما تديليش وقت بزاف وما تغلبنيش بزاف، الوغ نستعمل يديا ونبقى نخلط باش نعرف لا تيكستور اللي يعني بسحقيتها اكزاكتومون، باسكو دي فوا يا لا فارين اللي تشرب وكي لا فارين ما تشوش بزاف. حنا هنا استعملنا الماء اللي دخل فيها ديجا نصف لتر تاع ماء، و سا ديبون كل واحد على حساب الحاجه تاع لا فارين تاعها اللي تستحق تزيدوا لها الماء. رايحين نواصلوا في الخلط العجين تاعنا ونروحوا غير بالعقل، ونزيدوا كل ساعه ساعه نزيدوا لها شويه تاع ماء ونخلطوا كيما راكم تشوفوا معايا بيديه، مانيش نعجن فيها راني غير نلم فيها، نزيد لها الماء تدريجيا ونبقى نلم الفرينه تاعي غير بالقلب بالعقل حتى نشوف العجينه راهي كاع تلمت ونتحصلوا كيما عجينه تاع السفنج تقريبا. بعد ما كملت عمليه الخلط العجينه قلعت هذاك العجين اللي كان لاصق لي في اليد ديجا وحطيته في مع العجين، ومشيت غسلت يديا وعاودت رجعت باش ندير عمليه الطل بالزيت، استدي غادي هنا نلموها عن طريق الزيت ونشوفوا كيفاش ندخلوا الزيت تاعنا مليح في العجين، ونروحوا غير بالعقل ونديروا على حسب الحاجه تاعنا ونديروا على هذه الطريقه اللي ندير فيها انا اللي هي مهمه جدا. ثاني رايحين نواصلوا عمليه الخلط بالزيت ونبقوا نخلطوا العجينه تاعي على حسب هذه الطريقه، ورايحين نحتاجوا تقريبا الى نصف كاس شاي تاع زيت اللي غادي يدخل فيها. رايحين من بعد نغلقوا على العجين تاعنا ونخلوه يخمر في خاطره، يدي وقت باش يخمر. جينا نتحصلوا على هذه النتيجة اللي راكم تشوفوا معايا فيها في الصورة. هنا خليناه خمر المرة الأولى، كسرته أبخي خليته زيت يخمر مرة تانية، ومن بعد راني نكسر فيه على هذه الطريقة. شوفوا معايا كيفاش تحصلت على العجينة خفيفة وطرية بلا ما ندلكها. ودركا رايحين نطلو المكان اللي غادي نخدمو فيه، نطلوه بالزيت دابو باش نطلو يدينا تاني بالزيت باش ما تغلبناش العجينه وما تلصقناش في اليدين. رايحين نقسمو العجينه تاعنا على 2، نحتفظ بالقسم الاول في البول. رايحين نقسمو العجين تاعنا على 2، القسم الاول نحتفظو به على بلا ما كملنا القسم الاول، نديروه في مكان محكم باش ما يدخلش الهواء وما تحصلوش هذيك لاكروت في العجين. والقسم الثاني رايحين نقسموه على حسب الحجم اللي بغيناه تاع الخبزه، من بعد نرملوه في السميد ونسووه كما يخص، ورايحين نحطوه في ديجا كنا حطينا التورشون ودرنا له شويه تاع السميد باش ما تلصقناش الخبزه، ونخلو الخبيزه تاعنا تريح دابور قبل ما نبسطوها، ومن بعد نعطوها على هذا الشكل ونغطوها ونخلوها تخمر واحد شويه ماشي بزاف بلا ما كنا وجدنا الفوق تاعنا اللي يكون ديجا حامي على درجه 250 درجه مئويه، وندخلوا ثاني السنيوه تاعنا اللي غادي نطيبوا فيها ونخلوها تسخن ثاني معاه باش غير نشوفوا السنيوه تاعنا باللي سخنت مليح. رايحين نرميو الخبزه تاعنا ديراكتومون وغادي نشوفوا الخبزه تاعنا بتبدا تطلع لنا كيما هاك ونتحصلوا على هذا الشكل، وما نخرجوهاش تنشوفوها حمارت مليح، هي نورمالمون ما تاخذش وقت بزاف وتبنى بالخف ونتحصلوا على هادشي.
ان شاء الله نكون وفقت ووصلت لكم لا غوسيت تاعي باحكام. ما بقى لي غير نقول لكم تشتركوا في القناه تاعي وتضغطوا لايك وتضغطوا على الجرس الثاني باش يجيكم كل جديد على ديليز دو فاتيموكي. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير.